نجيب التشايلز، طبعا ينباع بكل الأسواق خاصة فورتينوز، سوبر ستور، فود بيسك، كلهم عندهم يكون بهالشكل هذا مفل. نجيبه نغسله النشفة كلش زين. أني هاي الشدة غسلتها وخليتها لكن راح أنشفها بحيث ما يبقى أي مي بداخلها، لا تخلون يبقى مي بداخلهم حتى لا تتعفن الجبنة ويانا. راح أتركه يوم كامل بهالشكل هذا يوم وليلة، راح أخليه بالفرن بس مو معلوق، هو مطفي لأن ظلمة، ما نريد نتركه بالضوء حتى لا يتغير لونه ويصير أسود. يوم كامل بهالشكل هذا حتى ينشف المي من عنده. جبت جبنة فتا تشيز، جبتها من كوسكو، جبت علبتين، حنشيلها ونخليها بالمصفي حتى تنشف المي مالتها. بعد ما خليناها بالمصفي وتركنا المي ينزل من عندها، راح نجي هسه نفتتها. طبعا تركتها ساعتين نفتت الجبنة. الجبنة طبعا فتتها من الصبح تقريبا كانت ساعة 7 الصبح وحاليا ساعة 6، راح اتركها بهالشكل هذا لي باكر، ما راح اخلي بيها الثوم مالتي او التشايلز او السربة حتى المي ينشف منها تماما حتى لا تعفن ويانا. هسه راح ناخذ التشايب او الثوم الفريش او السرمة مالتنا، لها هواية أسامي، نفرمها بهالشكل هذا. راح أخليه نابكن جديد وأرجع أنزل الثوم على الكلينكس مال المطبخ أو تاور مثل مال المطبخ، أي شيء متوفر عندكم، بس هذا لأن يمتص المي كلش زين. جبت قطعة اللخ، هسه راح أملح، أجيب هاي القطعة لكن أخليها عليها وأتركها بالشكل هذا لي باكر الصبح. هو والجبنة ملحت التشايبس، خليت طبقة ثانية عليها راح اترك هو والجبنة، راح اغطي الجبنة ايضا بنابكن لي باكر بعدين اكمل الشغل. انا راح اغطيها اكيد. راح تسألون تقولون ليش ما تخليها بالمصفي حتى ينزل المي مالتها، لان اني ما اريد منتج الجبنة تنزل بالمي وتروح، اريدها تي بس المي يبس بالغرفة وتبقى مونة الجبنة بيها حتى لا يضيع طعمها ويروح وينزل من عندها. هذا هو السبب. صار يومين انشف بيهم الجبنة، هسه شلت الكلينس من عليها والتشايبس ايضا. بعد ما خليت عليه ملح خليته غطيته وخليته بالفرن، وخليت طبعا الفرن مطفي بس حتى لا يسود لونه ويبقى لونه اخضر. هاي صار يومين. هسه راح ننزل التشايبس او السرمو او الثوم الاخضر بالجبنة مالتنا، راح اضيف لها جريتد بارميجان، جبنة بارميجان. طبعا تقدرون ما تضيفون بس هاي تعطيها طعم كلش طيب. خليت بارميجان تشيز، هسه راح نبتدي نخلط كل شي سوا. تشتمون ريحة التشايبس، السرمو، الثوم الأخضر، تجنن. خلطت كل شي سوا، هسه راح ابتدي اعبيهم. طبعا هاي لازم تكون ناشفة تماما.
خلصت عبيتهم وراح ادخلها للثلاجة يومين. الجبنة تاخذ طعم الثوم، قدوهم ويا الريوق تطلع تجنن. اوريدي ريحتها تخبل.